يبدو أن ذنوبنا بتحول كتير بين أن ربنا يعطينا. والنبي بيقول الكلام ده بشكل واضح وصريح، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن الذنوب بتمنع الأرزاق. طب يبقى الاستغفار بيعمل إيه؟ بيزود التقوى. ليه؟ لأن طول ما أنت بتقول أستغفر الله أستغفر الله، عقلك بيفتكر التقوى، فتكون النتيجة أن عقلك الباطن يخليك تتصرف بتقوى، فتكون النتيجة أن ربنا يرضى، فتكون النتيجة أن الأرزاق تتفتح. شوف الآية بتقول إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إيه ده؟ أهو الآية بتقولك هناك علاقة شديدة، بس تتقوا وشوف البركات هتنزل عليك إزاي. لا، والآية التانية وقال لو استقاموا على الطريقة. يعني استقاموا على الطريقة، الاستقامة هي التقوى بس المدة طويلة. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ده احنا نأكلهم أكل، نأكلهم شهد. مين يا جماعة مشتاق للرزق مع التقوى اللي بتيجي بكثرة الاستغفار؟ شفت السلسلة؟ تستغفر كتير، تصل عقلك الباطن يخزن التقوى، تتصرف بتقوى، يزيد الرزق. يزيد الرزق لأنك أزلت الحواجز اللي منع عطاء الله لك، ذنوبك منع العطاء، نفسك رزقك يزيد. استغفر كتير. لو القرآن قالها بشكل صريح، علاقات عجيبة يا جماعة وشديدة الوضوح في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين التقوى والاستغفار وبين الرزق. شوف الآية بتقول إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يحصل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه ما بتوقروش ربنا؟ بص تركيبة الآية، فقلت استغفروا ربكم، أول حاجة مش عشان الفلوس، إنه كان غفارا عشان يغفر لك. اوعى تبدأ تجربة الذكر عشان الفلوس، ابدأ تجربة الذكر بدون شروط مع الله. انت مش جاي الدنيا عشان تختبر ربنا، ده انت جاي الدنيا عشان ربنا اللي يختبرك. ابدأ تجربة الذكر دون انتظار عائد. بحبك، عايز اذكرك، استغفر الله عشان عايز التقيق، انه كان غفارا. طب وبعدين؟ وبعد ما تروح له علشان ترضيه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن الختام تاني، لا، كل ده عشان ربنا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فجعل الاستغفار بين حاجتين، بين إنه كان غفارا وتوقير الله، وفي النص هتاخدوا اللي انتوا عايزينه. اجعل كل تجربة الذكر لله وإرضاء الله والرزق مضمون.